أهلا بكم من جديد. بعد إرجاء اللقاء الأسبوع الماضي جراء التطورات السياسية الإسرائيلية، غادر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوجها إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويرافقه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية لبحث التموضع الإيراني في سوريا وتسليح موسكو لدمشق بمنظومات S-300، في حين أشار الكرملين إلى أن الزعيمان سيبحثان المسائل الملحة للتعاون الثنائي في المجالين التجاري الاقتصادي، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط بما في ذلك التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. زيارة طال انتظارها، فتارة يحدد وتارة أخرى يؤجل ذلك الاجتماع الذي من المفترض أن يطيب الخواطر الروسية الإسرائيلية ويذلل أي توترات متبقية بين الطرفين في أعقاب حادثة إسقاط طائرة روسية. يتصدر أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني بما يشمل تموضع الحرس الثوري في سوريا وتنسيق مع موسكو حيال الغارات الإسرائيلية، مع العلم أن روسيا ذات مرة حذرت مما وصفته عمليات قصف اعتباطية ينفذها الطيران الإسرائيلي، ناهيك عن إعلانها تفعيل منظومة S-300 المقدمة لسوريا الشهر القادم. محور حديثنا هو التموضع الإيراني في سوريا، نعمل ضده ونقصف القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد هذا التموضع. هذا ما سأقوله للرئيس بوتين، سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالبقاء قرب حدودنا. الأسباب الرئيسية خلف العدوان الإسرائيلي على المواقع الإيرانية هي أولاً لوقف دعم الجيش العربي السوري من قبل هؤلاء في محاربة الإرهاب، النقطة الثانية هي بسبب تحسين الوضع الانتخابي الإسرائيلي، النقطة الثالثة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء قواتها في الشمال السوري، وكذلك لإرسال رسائل الجانب الروسي للتدخل وإبعاد إيران من المنطقة. على هامش لقاء بوتين نتنياهو أيضا، تستمر الحكومة الإسرائيلية في مساعيها لتعقب وقطع ما تسميها أذرع إيران في المنطقة، لذا تلقت القرار المبدئي البريطاني بحظر تنظيم حزب الله بجميع مكوناته بترحيب كبير، داعية المجتمع الدولي أن يحذو حذو بريطانيا في هذا الشأن. كما تحذر إسرائيل من التغلغل السياسي والعسكري لأنصار إيران في المنطقة كلبنان والعراق واليمن على حد تعبيرها. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد رفيع أبو طريف خبير في الشؤون العسكرية، مرحبا بك. ومعي من موسكو عبر خدمة سكايب السيد أندري أنتكوف محلل سياسي روسي، مرحبا بك سيد أندري. أبدأ معك سيد رافع، ما هي أهم المواضيع في جعبة نتنياهو لطرحها على طاولة الحوار مع بوتين؟ يعني بداية بيبي نتنياهو ليس باللقاء الجديد، يعني عدة لقاءات كانت في السنوات التي مضت بين بيبي نتنياهو والرئيس الروسي، أظن أن مركزيته هي الموضوع الإيراني وبالذات الموضوع السوري والتموضع الإيراني في المنطقة، ولكن أظن أن أيضا هناك أيضا تخوف إسرائيلي من ما يسمونه من العتاد العسكري الدقيق، مثلا إن كانت صواريخ أو كانت عتاد عسكرية ممكن أن تصل إلى الإيرانيين أو أن تصل إلى سوريا، وهذا العتاد يتواجد في الجنوب السوري ويهدد الأمن الإسرائيلي. يعني إسرائيل تعي كل الوعي أن روسيا بمكانتها أن تكون الوسيط العسكري والوسيط السياسي وأيضا الوسيط اللي ممكن أن هناك صفقة اقتصادية معينة الآن في صفقة القرن، روسيا مربوطة في هذه الصفقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتكلم مع روسيا مباشرة، إنما هناك نوع من صفقات نفوذ أو صفقات ما يأتي لي بالجيد من وراء العلاقات الإسرائيلية الروسية، وممكن أن هذا الشيء له أبعاد أبعد المدى تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية من العلاقات الإسرائيلية الروسية. يعني الشيء الموجود هنا هو نوع من نفوذ ونوع من مصالح مهمة. إلى أي مدى برأيك نتنياهو أيضا سيطرح، دعنا نقول إيران وأذرع إيران سوف يتحدث نتنياهو، وهناك قلق إسرائيلي في الآونة الأخيرة بما يجري مع حزب الله في لبنان، إلى أي مدى قد يطرح نتنياهو هذه القضية
ليس فقط عن سوريا إنما عن لبنان أمام الرئيس الروسي بوتين. هي قضية واحدة يعني. اليوم إحنا نتكلم عن سوريا ونحن نتكلم عن سوريا كنا نريد أن نتكلم عن إيران، لا يتكلمون عن سوريا، عندما يتكلمون عن إيران، إيران متواجدة في سوريا وفي لبنان. يعني النفوذ المتواجد الإيراني المتواجد الآن في سوريا هو أيضا نفسه النفوذ الآن المتواجد في لبنان، وأكثر من ذلك هناك نفوذ أعمق، النفوذ السياسي. نحن رأينا الحكومة الجديدة اللبنانية أكثر من 40% هو نفوذ إيراني متماشي مع الرأي الإيراني، مع المفهوم الإيراني، مع المفهوم حزب الله. وهذا الشيء الذي يخوف إسرائيل. لماذا تريد إسرائيل أن تأخذ نوع من اتفاقيات مع روسيا، أن تشكل ضغوطات على الإيرانيين لكي يمنعوا التهديد الحزب الله الموجود في لبنان والتموضع أكثر وأكثر، والنفوذ الذي أكثر وأكثر هو يكبر ويكبر يوما بعد يوم. وهذا الشيء المتخوف الذي إسرائيل تخاف منه. هي لا تريد أن تكون دولة إيران ثانية في الداخل اللبناني، وهذا الشيء المخوف إسرائيل أكثر من كل المخاوف الأخرى. نعم سيد أندري، ذكر ضيفي هنا الملفات التي سيطرحها نتنياهو أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ما برأيك لبوتين الملفات التي سيطرحها أمام نتنياهو؟ ما هو المهم لروسيا من خلال هذا اللقاء مع نتنياهو؟ بصراحة أولا طبعا يوجد نوع من الترابط ما بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الروسية بخصوص يعني التواجد الإيراني. أنا أقصد يعني روسيا كما تعلم دائما تدين الغارات الإسرائيلية ضد المواقع السورية والمواقع الإيرانية في سوريا. فلذلك أنا يمكن أن أقول أن أولا إسرائيل تدرك تماما بأن روسيا هي المفتاح ربما الوحيد في المنطقة أو في العالم ككل لإيران، وهي هي التي لديها العلاقات المميزة مع طهران، وهي التي يمكن أن ليست تضغط بل هي التي يمكن أن تحاول إقناع إيران بشيء أو بآخر كما حصل مع منطقة خفض التوتر في الجنوب في السابق. هذه النقطة في مصلحة روسيا كما ذكرت إيقاف هذه الغارات الإسرائيلية وانتقال من أفكار الضربات إلى أفكار الحوار السياسي. نعم سيد أندري، نعم سيد أندري، دعنا نقول أيضا ربما مهم لروسيا هو قضية الخط الساخن أو التنسيق العسكري مع إسرائيل. إلى أي ما هي الطلبات الروسية؟ هل هناك طلبات روسية جديدة على سبيل المثال إضافة لوقت الإعلام بالنسبة لإسرائيل لروسيا حول الضربة؟ ما ترغب روسيا من هذا التنسيق؟ إسرائيل تريد تسخين هذا الخط الساخن دعنا نقول بين روسيا وإسرائيل. ما 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 ترغب موسكو من هذا الأمر؟ أولا ما نريده، أنا لا أعتقد بأن تم تغيير الطلبات الروسية. روسيا تريد يعني تمديد فترة الانتظار. موسكو هي في الموقف خاسر دائما نتيجة هذه الضربات الإسرائيلية بسبب وحتى نتيجة هذا خط ساخن بين روسيا وإسرائيل، بسبب أن دائما بعد تلك الضربات نحن نسمع بأن يوجد هناك نوع من التنسيق، ليس فقط خط ساخن بل تنسيق بين روسيا وإسرائيل بخصوص هذه الضربات، وهذا طبعا يؤدي إلى خسائر كما ذكرت على مستوى الإقليمي. نعم. في سوريا بشكل خاص ولا ما هنالك. إذن نحن بحاجة إلى تمديد فترة الانذار لكي لا يتكرر الحوادث مثل إسقاط الطائرة الروسية، ويعني تجنب من هذه الخسائر لوجه الروسي في المنطقة. ابقى معي سيد أندري. سيد رفع، الملف الآخر الذي سيطرحه نتنياهو هو تسليح دمشق بمنظومات دفاعية S-300 ومنظومات أخرى. إلى أي مدى بالفعل هذا الأمر يقلق إسرائيل وجود هذه المنظومات؟ يعني هذا الشيء مقلق، لذا كانت الآن الأجواء السورية مفتوحة للطيران الإسرائيلي، الطيران الإسرائيلي ممكن أن يدخل يقصف ويخرج، ليس هناك أي مضادات دفاعية ممكن تهدد الإس 200 والإس 300. الإسم 200 كان في السابق ونموذج قديم ليس من الجديد وليس من التكنولوجيا الحديثة، ولكن الإس 300 أيضا هو ليس تكنولوجيا من الحديثة المتقدمة جدا. أظن أن إسرائيل عندها القدرة أن تتماشى، ولكن هذا الشيء يصعب على إسرائيل في فتح المجال الجوي لقصف في أي ساعة يريدون. يعني هذا الشيء يجبر إسرائيل
بقيام بتقنيات تكنولوجية عالية المستوى لكي تمنع أي تصادم أو أي قصف للطيران الإسرائيلي. هذا الشيء سيذاك. والمشكلة الأكبر هنا هل يا ترى من يقوم بتشغيل هذا الS-300 عنده الخبرة لكي لا يكون ما يسمونه سلاح صديق؟ نعم. سلاح صديق. إندري بجملة واحدة أريد أن أنتقل بك إلى سؤال آخر. من سيشغل منظومة S-300 في الميدان السوري في نهاية المطاف بجملة؟ بكل تأكيد سوريين. تم تسليم هذه المنظومات إلى السوريين والسوريين هم الذين سيستعملون هذه المنظومات. نعم. أمر آخر، يقال بأن من يستطيع إخراج روسيا سوريا إيران من الميدان السوري هي فقط موسكو، لكن إذا ذهبنا للتطورات الأخيرة لا يبدو بأن موسكو ترغب بخروج إيران بهذا الشكل من الميدان السوري. وهل برأيك موسكو بدأت تعي بأن خط المواجهة بين إيران وإسرائيل أصبح وشيك بسبب هذه الضربات؟ صراحة هذا ما يقلق روسيا للغاية. يعني نحن بحاجة إلى عدم تحول ما يحصل في سوريا إلى أو عدم تحول الساحة السورية إلى صراع مباشر ما بين إسرائيل وإيران. فلذلك روسيا دائما تدين هذه الغارات الإسرائيلية، بسبب أن ذكرت أن هذه الغارات تؤدي إلى تصعيد الأوضاع وهي لا تؤدي إلى تهدئة الأمور. فلذلك أنا ذكرت في السابق بأن نحن بحاجة إلى يعني افتتاح باب الحوار، يعني طبعا غير المباشر بين إسرائيل وإيران وبالتنسيق مع روسيا، وهذا ما ستطلبه روسيا من نتنياهو. وأكثر عن ذلك أنا أود أن أشير إلى أن بغض النظر عن كل تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين، هم يدركون تماما بأن تلك الغارات الإسرائيلية لا تؤدي إلى النتائج التي تريد دولة إسرائيل. يعني لو أدت هذه الضربات إلى النتائج الإيجابية لما شاهدنا هذه الزيارة، لما شاهدنا يعني الطلبات الإسرائيلية لروسيا. نعم. سيد أندريه أنتوكوف محلل سياسي روسي كنت معنا عبر خدمة سكايب من موسكو، شكرا جزيلا لك. سيد رفع سمار لما قاله السيد أندري، هذه اللقاءات ربما قد تشير إلى عدم تفاهم بين الأطراف وهي زيارات متكررة لنتنياهو، أو هناك إشكالية إن كانت لإسرائيل أو إن كانت لروسيا بكل ما يتعلق لإيران، وبأن الأمر لا يوجد توافق شامل؟ أكيد ليس هناك توافق شامل بين إسرائيل وروسيا على ما تقوم به إسرائيل من ناحية القصف، ولكن هناك يوجد تنسيق. هذا التنسيق مجبر، ليس بالضرورة أن روسيا تتوافق مع إسرائيل. هذا التنسيق مجبر لأن روسيا لا تريد أن يكون لها أضرار خارجية أو أضرار جانبية للقوات الروسية. هذا هو التنسيق وهذا ما تقوم به إسرائيل. أظن أن روسيا لا تريد أيضا أن روسيا تريد أن تكون هي المركزية في الصورة الشرق أوسطية، وبالذات في المنطقة المتواجدة بها إيران، لأن لها مصالح مشتركة بينها وبين إيران. الاقتصاد على سبيل المثال، النفط الإيراني الذي تشتريه روسيا هو نفط في العملة الرخيصة، وهذا يساعد الروسيين. لأجل هذا الشيء هناك علاقات اقتصادية قوية جدا بين روسيا وإيران. يعني إسرائيل هنا تلعب على حبل دقيق جدا، تذهب عليه لكي تريد أن من ناحية أخرى أن توقف على حدودها على الخطوط الحمراء. وهذا الشيء كما تقترح قوله ضيفك، أن صحيح أن إسرائيل لن تمنع التموضع الإيراني، ولكن الخطوط الحمراء هي كان لها إيجابيات في عدة مناطق في عدة نقاط، ولكن هي مسكنات، هي ليس أكثر من ذلك. وهذه المسكنات أظن أن إسرائيل تريد الآن تذهب، وذهبت عندنا ضابط المخابرات الإسرائيلي لأنه يذهب مع جعبة مليئة بمعلومات، جعبة مليئة بالمعلومات الاستخباراتية. يعني بيبي نتنياهو يأتي إلى الروس ويقول لهم مجبرون أنتم أن تتماشوا معنا ولمفهومنا الأمن القومي، ونحن مستعدين أن نتماشى معكم ونعطيكم معلومات استخباراتية. ليس بالقدرة أو ليس بالضرورة روسيا عندها القدرة أن تستكشفها لوحدها. لأجل هذا الشيء هي مجبرة أن تتعامل مع إسرائيل كدولة قوة قوية. وذلك أنت تقول وصول رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مع نتنياهو هذه الزيارة، هناك أهداف عسكرية؟ أكيد هناك أهداف عسكرية. هذه ليست زيارة سياسية،
لا أظن أنها هي فقط زيارة سياسية، إنما هي أيضا زيارة لها مفهوم عسكري وأمني لإسرائيل وأيضا لروسيا. نعم، ينضم إلينا عبر خدمة سكاي من الأردن السيد عمر الرداد، خبير في الشؤون الاستراتيجية والإقليمية. مرحبا بك سيد عمر. نتحدث عن لقاء نتنياهو بوتين المرتقب، كما ذكر ربما الملف الأبرز هو التموضع الإيراني، لكن دعني أذهب بك إلى خلاصة الأمور. يقال بأن من يستطيع إخراج إيران من الميدان السوري هي روسيا. إلى أي مدى روسيا بالفعل ترغب بإخراج إيران من الميدان السوري؟ ودعنا نقول يربطها بطهران تحالف عسكري، ويربطها بإيران علاقات اقتصادية واسعة النطاق في ظل العقوبات الأمريكية. إلى أي مدى بالفعل هناك رغبة حقيقية روسية لإبعاد إيران من الميدان السوري؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. بالفعل هو السؤال منطقي. أعتقد أن روسيا، القيادة الروسية، تتقاطع مع القيادة الإسرائيلية في تقدير موقف بخطورة قوة إيران داخل سوريا، لكن هذا لا يعني أن بوتين سيسلم كل أوراقه اللي تتعلق بالملف الإيراني في سوريا سيسلمها لنتنياهو أو لإسرائيل. رغم هذا التقاطع بين الدولتين روسيا وإسرائيل بخصوص تقدير مخاطر استمرار التمدد والتواجد الإيراني داخل سوريا، لكن تقديري أن روسيا محكومة بالعديد من العوامل، حيث تؤكد دوما أنها هي قادرة على ضمان أمن إسرائيل وضبط التهديدات الإيرانية، تقدم لإسرائيل يعني هذه المساحة لكي تضرب بشكل معقول وفق الحسابات الروسية، تضرب أهداف إيرانية داخل سوريا. لكن بالنهاية حسبة روسيا، الحسبة لدى روسيا بخصوص موقفها من إيران في سوريا مختلفة عن حسبة إسرائيل بالكامل، فهي تتطلع لمحاورة الأوروبيين من جهة ومحاورة الولايات المتحدة، وإذا كان هناك اتفاق سيكون مع الولايات المتحدة ولن يكون مع إسرائيل. الأهم من ذلك أن السؤال المطروح اليوم بالفعل يعني ما المكاسب التي سيحصل عليها بوتين إذا ما ضغط على إيران، رغم أنه يمارس ضغوط على إيران داخل سوريا، لكن ضمن حسابات روسية مطلقة وليس ضمن الحسابات الإسرائيلية. تقديري ما رشح من معلومات قبل أسبوعين الماضيين حول الصدمات بين قوات سورية وقوات موالية لإيران وقوات أخرى موالية لروسيا، يعني هذا منطقي ويعطي مؤشر حول موقف الروس، لكن موقف الروس أن يكون خدمة مجانية لإسرائيل بالنهاية. نعم، بهذه النقطة بماذا ترغب موسكو أن تحصل من إسرائيل إذا ذهبت موسكو وتماشت مع المواقف الإسرائيلية إزاء التموضع الإيراني في سوريا؟ روسيا تقديري تنسق مع إسرائيل، ومركز حميميم ينسق بشكل كامل، وكما تفضلتم قبل قليل وأشرتم زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية إلى جانب نتنياهو بهذه الزيارة، واضح جدا هناك تنسيق أمني وتنسيق عسكري عالي المستوى، ليس فقط كما يشاع على خلفية إسقاط الطائرة في سبتمبر الماضي الروسية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، لا بل أعتقد أن التنسيق أكبر وأبعد من ذلك. صحيح هو يأتي في إطار المزيد من الضبط والمزيد من التنسيق بخصوص الضربات، لكن روسيا بالنهاية تريد استخدام العصا الإسرائيلي ضد إيران بالوقت الذي تريده روسيا وليس بالمطلق وفقا للحسابات الإيرانية، للحسابات الإسرائيلية، باعتبار أن روسيا تؤكد، يعني قبل أسبوع أكد نائب وزير الخارجية أعتقد الروسي بأنه أمن إسرائيل مضمون وهو هدف استراتيجي لروسيا فيما يتعلق بتعاملها مع الملف السوري، بمعنى أنها لن تسمح لإيران بالتوغل كثيرا في تهديد المصالح أو الأراضي الإسرائيلية وتهديد حدود إسرائيل. نعم، ابقى معي سيد عمر، هل توافق الرأي باختصار بهذه النقطة؟ أكيد أوافق الرأي، يعني هناك مصالح مشتركة. روسيا تريد أن تكون دولة ذات سيادة وذات وساطة في الشرق الأوسط، هي تلعب على الطرفين، من ناحية تأخذ الخط الضوء الأخضر من إسرائيل وتتعامل مع إسرائيل وتسعى لمصالح إسرائيل، ومن ناحية أخرى أيضا تتماشى مع المصالح الإيرانية، يعني هي تلعب على الحبلين، تلعب على الطرفين، طرف إسرائيل والطرف الإيراني، وهي الوسيط
الذي هو الرابح وهو الورقة الرابحة، اقتصاديا يربح من إيران، وتكنولوجيا ونوع من وساطة ونوع من نفوذ إنها هي تريد نفوذ في الشرق الأوسط. عندما تكون متماشية مع القوة الإسرائيلية والتكنولوجيا الإسرائيلية والاستخبارات الإسرائيلية، هذا الشيء يقوي نفوذها في الشرق الأوسط ويقوي وساطتها. كلما اختلفت إسرائيل وإيران قويت روسيا، وهذا هو الحال. سيد عمر، قبل أن أصل معك إلى قضية منظومة S-300 أو المنظومات الدفاعية الروسية، إلى أي مدى قد يستغل نتنياهو أمام بوتين القرار البريطاني الأخير باعتبار حزب الله بشقيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، وخصوصا قبل فترة وجيزة كان تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حزب الله هو شريك عسكري أو شريك استراتيجي على الأرض؟ يعني السؤال اللي تفضلت فيه من جزئين، الجزء الأول فيما يتعلق بحزب الله، أعتقد أن بوتين لا يأخذ ملاحظات وتقديرات نتنياهو بخصوص مخاطر حزب الله، لأنه يدرك أنه هذا التصعيد من قبل إسرائيل، صحيح هناك تهديد استراتيجي من قبل حزب الله، لكن معروف أن هذا التهديد مرتبط بإيران، وأنه لم يكن بيوم من الأيام هذا التهديد إلا بخدمة الاستراتيجية الإيرانية. تقديري أن بوتين بالنهاية لا يأخذ التقديرات والشكاوي والمخاوف التي يقدمها نتنياهو من حزب الله على محمل الجد، باعتبار أنه يملك ناصية الحقيقة سواء من قبل حزب الله بشكل مباشر أو من خلال القيادة السورية عملية الضبط أو حتى من خلال القيادة الإيرانية. فيما يتعلق بمنظومة الصواريخ S-300 اللي أعلن يعني بعد تلكؤ روسي وتهديدات إذا استمرت الضربات الإسرائيلية، وفجأة بعد إسقاط الطائرة تم تزويد الجيش السوري بمجموعة من بطاريات هذه الصواريخ. نذكر قبل فترة إيران شككت، وعبر مسؤوليها بالحرس الثوري والقيادة الإيرانية شككوا بالتوجهات الروسية وأنها تنسق مع إسرائيل، لأنها لم تسمح للجيش السوري باستخدام منظومة S-300 ردا على الغارات الإسرائيلية. تقدير شخصي كخبير بالأمني واستراتيجي أن نعم الصواريخ موجودة هذه المنظومة لدى الجيش العربي السوري، لكن هي بإشراف كامل وإدارة كاملة من قبل طواقم عسكرية وأمنية روسية، وبالمحصلة لن يسمح بيوم من الأيام في ظل يعني حالة الفوضى العارمة وولاءات الجيش السوري المنقسمة بين إيران وبين موسكو، والصدامات التي حدثت قبل شهر في حلب بين فرقتين سوريتين إحداهما موالية لروسيا والأخرى موالية لإيران، لن يسمح للجيش العربي السوري بأن يكون هو الآمر الناهي. بهذه النقطة سيد عمر، وقلنا بأن نتنياهو سيطرح هذا الموضوع، تسليح دمشق ومنظومات S-300، هل نتنياهو سيطلب برأيك من بوتين عدم تسليم هذه الأنظمة أو هذه المنظومات للجيش السوري، ومقابل ذلك إسرائيل لا تقوم بقصف هذه المنظومات؟ أعتقد نعم، ومن المؤكد يعني أو من المرجح نكون أكثر دقة أن بوتين سيقدم ضمانات سرية أو بالحد الأدنى المستوى الأمني والمستوى العسكري الذي سيقابله رئيس الاستخبارات العسكرية، سيحصل على ضمانات مؤكدة بأن الجيش السوري لن يكون بإمكانه، لن يشرف على هذه الصواريخ، أو يعني لن يكون لديه السماح بالضغط على الزناد ليطلق هذه الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية. ثانيا، لنكن أكثر صراحة، الضربات الإسرائيلية التي تتم تجاه أهداف إيرانية في سوريا تقديري أنها تخدم بوتين وسياساته بمراحل مختلفة، يعني هي حسب الوضع وحسب العلاقة اللي مع الإيرانيين، من مصلحته أن يلجأ إليه الإيرانيون ويشعرون بضعف حاد جدا، وفي بعد كل ضربة عسكرية يشعرون بأن يعني من مصلحة بوتين أن يشعر أو أن يرجع إليه الإيرانيون والسوريون فيما يتعلق بهذه الضربات وكيفية مواجهتها، وأن يطالبوا بالضغط على إسرائيل، وهذا ما يتطلب وهو ما يعني ما يسعى إليه بوتين بمفهوم الدور السياسي، وأن يقوم بضغط على إسرائيل أو ما شابه. نعم، أردت أبقى معي سامر. أظن أنها وجهتين، الوجهة الأولى هي اقتصادية والوجهة الثانية هي
عسكرية. الوجهة الاقتصادية، روسيا تريد أن تزود السوريين بهذه العتاد لأن هناك نوع من صفقة اقتصادية ومكاسب لروسيا. والشيء الآخر هو أن روسيا تريد نوع من استراتيجية موازين القوة في الشرق الأوسط أو في سوريا بالذات. هناك سيكون قوة عسكرية روسية سورية التي تهدد الأمن الإسرائيلي، وهكذا تلعب اللعبة عندما يكون هذا يمنع من التهور الإسرائيلي للقيام بأي قصف في أي ساعة يريدون. نعم، دعنا نقول روسيا لا ترغب بأن تقوم إسرائيل بقصف منظومة S-300 وبذلك تضرب صبغتها التجارية من تبعها بعد ذلك. سيد رافع أبو طريف خبير الشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لك. سيد عمر الرداد خبير في الشؤون الاستراتيجية والإقليمية، كنت معنا عبر خدمة سكاي من الأردن، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذا المساء، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده إلى المناظرة اليومية. ابقوا معنا.